طب نبدا الاول بقراءه الكلمات الهامه ماكينه صنع القهوه Coffee machine كافي ماشين غلايه كهربيه كاتل كاتل او كاتل كله صح امريكان كاتل او انفورمال امريكان النطق الرسمي كاتل كاتل مايكروويف فرن المايكروويف مايكروويف محمصه خبز كهربيه توستر توستر اعلان Advert. Advert عرض خاص Special offer. Special offer خصم أو تخفيض Discount, Discount. Deal اتفاق أو صفقة Deal سماعة أو مكبر صوت Speaker Speaker وليها معنى تاني متحدث Speaker ذكي Smart, Smart. تساوي so intelligent يعني ذكي intelligent يتسوق شوب دي كافيه والماضي منها shopped مع مضاعفة حرف ال P لأن ال P حرف ساكن قبل متحرك يبقى نضاعف الساكن وتمشي نون بمعنى متجر أو محل شوب. شوب. shop بالبريتش بينضاعف shop American شوب طيب تخفيض أو occasion sale sale طيب نيجي بقى للكويز السريع عشان نثبت الكلمات رقم واحد بيقول My mother made bread warm كلمة warm معناها دافئ وكلمة made هنا مش معناها صنع معناها جعل يبقى أمي جعلت الخبز دافئا by using باستخدام إيه ها سيل ولا توستر ولا كوفي ماشين ولا ديسكاونت تبقى توستر توستر محمصة طيب رقم اتنين This shop offers 20% نقط it's a good deal إيه المحل ده بيعرض لما تلاقي نسبة مئوية 20% 30% يبقى على طول discount وانت مغمض يعني خصم discount discount تمام it's a good deal انها صفقة رائعة رقم ثلاثة can you make me a cup of coffee in this not ممكن تعمل لي كوباية قهوة في النقط دي أكيد الكافي ماشين كافي ماشين ماكينة صنع القهوة أو آلة صنع القهوة طيب نكمل بقى قراءة الكلمات مجازين معناها مجلة ملصق إعلانات بوستر موقع على الإنترنت ويب سايت فرن أفن يغلي بويل جودة كواليتي كواليتي عادةً نورمالي نورمالي إذا تساوي إيه؟ usually نفس المعنى بالظبط usually يعني عادة تمام مش عادة عادة طيب سيتي سنتر شوب متجر وسط المدينة ستور يعني متجر أو مخزن. delivery معناها خدمة توصيل البضائع delivery delivery, delivery. جاي من فعل delivery يعني يسلم. free معناها مجاني free free وممكن أقول I'm free أنا فاضي أنا متفرغ ليها معنى تاني. عنصر item item يعني مثلاً منتج مثلاً أي شيء وخلاص شايفه قدامي اسمه item صناعة الجلود leather industry leather industry leather industry ثمن أو سعر price تلاجة fridge 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 يعلن advertise advertise جاية منها advertisement إذاً أنا لو ضفت mint اللي هي سافيكس منت تدينا الاسم advertisement معناها اعلان ممكن انطقها advertisement كمبير معناها يقارن كمبير كمبير مطبخ كيتشن كيتشن طيب الدرس الثاني زبون او عميل كاستمر كاستمر عامل في محل تجاري شوب اسيستنت سماعه الراس هيدفونز عقد أو قلادة necklace 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 ليتست معناها الأحدث زي مثلاً ليتست نيوز يعني أحدث الأخبار ليتست فاشن أحدث صيحات الموضة مركز تجاري أو تجاري شوبينج سنتر شوبينج سنتر أو مركز تسوق استبيان أو دراسة بحثية survey يعني شوية أسئلة كده للحصول على المعلومات survey كالم الآن سايلنت كالم عمود أو خانة عمود أو خانة البحر الأبيض المتوسط mediterranean sea mediterranean sea mediterranean sea mediterranean sea, mediterranean sea. سياح تورستس تورستس تصريفات الافعال يشتري باي بوت تصريف ثاني بوت تصريف ثالث باست بارتيسيبال باي بوت بوت يبيع سيل سولد سولد سيل سولد سولد يعطي جيف جيف جيفن جيف جيف جيفن يخبر تيل تولد تولد speak يتحدث spoke spoken speak spoke spoken يفهم understand 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 understood understood understand understood understood طيب نيجي بقى للتعريفات coffee machine ماكينة صنع القهوة you make a hot drink with this أنت بتعمل مشروب ساخن، مشروب ساخن بالآلة دي. kettle معناها غلاية، you can boil water with this، تقدر تغلي الماية بيها. أو something that you use، حاجة أنت بتستخدمها in the kitchen في المطبخ to boil water لكي تغلي المياه. كلمة boil معناها يغلي، يغلي، تمام؟ يغلي حاجة. microwave ده فرن الميكرويف. You can cook things quickly with this. تقدر ايه تطبخ او تطهو الحاجات بسرعه بيها. او a machine that cooks food. آله بتطبخ او تطهو الطعام سريعا very quickly using special waves. كلمة special معناها مميز او خاص، مميز او ايه خاص. وكلمة waves معناها موجات. تمام؟ يبقى باستخدام موجات ايه؟ خاصة. سمارت معناها ذكي. using computers or the internet بيستخدم الكمبيوتر أو الإنترنت to make things لكي يجعل الأشياء work better بتشتغل بطريقة أفضل. special offer يعني عرض خاص something that is a good price حاجة سعرها حلو or free أو ببلاش to encourage كلمة encourage معناها يشجع يشجع encourage أو encourage لكي تشجع إيه؟ الناس people to buy it عشان تشتريها discount معناها خصم أو تخفيض a price يعني سعر that is less than usual يعني أقل من المعتاد deal معناها اتفاق أو صفقة a good or cheap price يعني سعر كويس وجيد ورخيص طبعا اللي هي cheap تمام هنفرق ما بينهم في الحل قدام طيب سيل تخفيض او اوكازيون خلي بالك دي الفترة الوقت a time when a shop sells things الفترة او الوقت اللي فيها المحل بيبيع الحاجات ايه بسعر ايه cheap رخيص than usual اكثر من المعتاد يعني رخيص اكثر من المعتاد من مثلا كان السعر دايما 20 30 جنيه ده بقى ب 15 يبقى في ايه في سيل فترة تخفيضات او اوكازيون طيب سبيكر اللي هو السماعه اللي هي مكبر الصوت equipment يعني معدات او معده that you connect to انت بتوصلها بايه بقى or is part of او جزء من a phone يبقى بتوصلها في التليفون او جزء منه راديو او الراديو كمبيوتر او الكمبيوتر او الحاسب الالي etc الى اخره so that حتى you can listen to it تستطيع ان تستمع اليه طيب نيجي بقى لل المتلازمات اللفظيه عندنا الفعل have معناه الاساسي يملك طيب لما يجي مع discount يبقى have a discount به تخفيض have a discount have a discount طيب have much homework يعني لديه واجب كثير have much homework لديه نقود have money have money طيب offer a deal معناها يعرض صفقة واتفاق. offer a deal، كرروا معايا. offer a deal. offer a deal. play معناها الأساسي يلعب. لكن مع الموسيقى معناها يشغل الموسيقى. play music. طيب play a sport هنا معناها الأساسي يمارس رياضة، يلعب رياضة. تساوي so do a sport او practice a sport. كلمة spend مع الفلوس معناها ينفق. لكن هقول spend time معناها يقضي وقتا يقضي وقت يعني. طيب get المعنى الاساسي يحصل على لكن لما تيجي مع وسائل المواصلات معناها يستقل او يركب او ياخذ وتساوي take في المعنى ده يبقى take the bus get the bus يستقل الاتوبيس. take the train get the, the train يعني يستقل القطار. طيب get a drink هنا مش معناها بقى يحصل على مشروب يعني يشتري مشروب او يحصل على مشروب يشتري مشروب. طيب get a poster معناها يحصل على ملصق get a poster طيب synonyms and antonyms الكلمة وعكسها عندنا كلمة sell معناها يبيع sell يبيع طيب exchange يعني يتبادل نحفظ كل كلمة بمعناها exchange يتبادل لأن مش شرط تكون نفس المعنى trade معناها يتاجر ممكن تكون قريبة في المعنى buy يعني يشتري smart ذكي intelligent ذكي brilliant معناها لامع او براق او مثلا ذكي او رائع clever معناها ماهر او شاطر عكسها ستوبيد او ستوبيد بالبريتش غبي ستوبيد لاكي محظوظ فورتشنت معناها محظوظ فور تشنت ولو ضفت لها ال واي هتديك على طول ايه الادفرب الحال او الظرف يعني لحسن الحظ fortunately لحسن الحظ fortunately unlucky معناها غير محظوظ unfortunate يعني غير محظوظ cheap معناها رخيص الثمن inexpensive يعني مش غالي مش غالي هي قريبه في المعنى بس ما تسويهاش 100% expensive يعني غالي الثمن expensive free يعني مجاني لكن unpaid يعني ايه غير مدفوع يعني paid مدفوع unpaid غير مدفوع يعني مجاني without money يعني بدون مال يعني ببلاش paid دي التصريف التالت ل pay يعني يدفع يبقى paid يعني مدفوع دي عكسها ask يعني يسال او يطلب inquire معناها يستفسر نفس المعنى inquire 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 give يعني يعطي reply يرد answer يرد أو يجيب special معناها خاص أو مميز important يعني هام particular معناها معين ده المعنى الأساسي وليها معنى تاني خاص يبقى تسويها بمعنى خاص particular particular طيب usual معناها عادي common معناها شائع أو مألوف طيب prefixes and suffixes Prefix يعني بادئ زي ما اتفقنا والسفكس يعني لاحقة طيب ركزوا كده معايا عندي كلمة زي كلمة speak يعني يتحدث هنضيف لها السافيكس اي er ار تدينا سبيكر متحدث او ليها معنى تاني سماعة يبقى بتحول الفعل الى اسم اي er. ار زي برضو كلمة play play يعني يلعب طب player يعني لاعب نفس الفكرة طيب مايكرو عندنا كلمة بس بس يعني ايه أتوبيس طب ضيف عليها كده البريفكس مايكرو البادئة مايكرو يبقى اوتوبيس صغير مايكرو بس اللي هي الميكروباس يعني بالعامية عندنا الميكروباس بنقولها بالانجلش مايكرو باس. نفس الفكرة مايكرو ويف. طيب عندك كلمة مثلا regular regular يعني منتظم regular يعني منتظم ريجيلر. طب طيب لها اي ار يبقى irregular يعني غير منتظم نفس فكرة بالظبط كلمة responsible معناها مسؤول، responsible مسؤول يبقى irresponsible غير مسؤول. طيب full عندك care يعني عناية أو حرص، حط لها المقطع full يديك مليء بالعناية، صفته إنه مليء بالعناية يبقى حريص تمام؟ نفس الفكرة بتاعة use، use يعني استخدام. ونحط لها فول تبقى يوسفول يعني مفيد يعني فول هنا اتضافت للاسم يوس ولكن لو قال لك الفعل يوز ما فيش مشكله بس هننطقها يوسفول هي ادق يوس ده اسم ويوز ده فعل وانا قلتها يوسفول يبقى فول اتضافت على ايه على الاسم ده الادق يعني طيب نيجي بقى الجنرال نوتس اللي هي الملاحظات العامه عندنا كلمة قلنا تايز معناها يعلن وادفرتايزمنت معناها اعلان كلمة طويلة شوية صح؟ اختصروها إلى ادفرت شافوها برضو طويلة شوية اختصروها إلى اد حاليا بس دايما على النت واليوتيوب والحاجات دي ادفرتايزمنت أو ادفرتايزمنت وادفرت واد كلهم إيه؟ نفس المعنى يعني اعلان طيب كلمة سيل كلمة سيل كاسم معناها اوكازيون فترة تخفيضات، فترة إيه؟ تخفيضات. فنقول يوجد فترة تخفيضات كبرى يبقى there is a big sale. there is a big sale. لكن لو ضفنا قبلها on ولازقة فيها مفيش حاجة في النص on sale تعبير على بعضه معناها ال الحاجة اللي إحنا بنبيعها دي أو الحاجة اللي بنشتريها معروضة للبيع بسعر مخفض. يعني هتبدأ الأول بالحاجة اللي هتشتريها لبرودكت المنتج أو الأيتم. يعني مثلاً هقول إيه؟ this phone هذا الهاتف is ها on sale فهمتوا بتيجي ازاي is on sale يعني معروض ببيع أو معروض للبيع بسعر مخفض لكن for sale بقى معناها معروض للبيع وخلاص مش شرط يكون مخفض يعني يعني اقول this house مثلا is for sale البيت ده للبيع قطعة الأرض للبيع تمام أنا هنا مش بناقش حتة إنها إيه قليلة في السعر أو سعرها مخفض وحاجات دي ولا لا, لا أنا بقول معروضة للبيع وخلاص بتتباع يعني كلمة deal كفعل معناها يتعامل يعني مثلا هقول a doctor الطبيب deals with يتعامل مع patients المرضى تمام كده يبقى ديل هنا معناها ايه يتعامل with مع تمام ديل كاسم بقى معناها صفقة حاجة بنشتريها ايه بسعر زهيد جدا او مخفض جدا او لقطة زي ما نقول كده ودايما بتلاقيها على موقع امازون عارفين امازون ممكن انطقها بالامريكان امازون امازون او امازون بالبريتش تمام دايما بتلاقي the deal of the day صفقة اليوم The deal of the day صفقة اليوم يعني أكتر حاجة سعرها قليل. She got a good deal هي حصلت على صفقة جيدة on her new house لبيتها الجديد. طيب التعبيرات الهامة أهي لسه قايلينها صفقة اليوم deal of the day deal of the day أشياء بالسعر المعتاد things are the usual price يعني ولا سعرها طلع ولا نزل things are the usual price الاختلاف بين وبين يبقى the difference between حاجة and حاجة يتسوق عبر الانترنت shop online كرروا معي shop online I like to shop online أنا بحب التسوق عني طيب watch films يشاهد الأفلام from the internet I prefer to watch films from the internet يقدم معلومات give information you should always give right information المفروض دايما تقدم معلومات ايه صحيحة حروف الجر prepositions start with يعني يبدأ ب start with start with at the special price بسعر خاص at the best price يبقى عندك at مع price يعني بسعر هقول special يبقى خاص هقول best يبقى أفضل سعر things for the house حاجات للبيت يعني أدوات المنزل things for the house adverts from إعلانات من adverts from a deal on أو a discount on الاتنين نفس المعنى معناها تخفيض على أو صفقة على spend much money on معناها ايه ينفق اموال كثيرة على على البحر الابيض المتوسط on the Mediterranean Sea on the Mediterranean Sea في عرض خاص وركز على حرف الجر on on تاني on on ركز عليها قوي on special offer معناها بسعر مخفض في عرض خاص on special offer يعني نقدر نقول تساوي on sale تمام كده يعني تقريبا نفس المعنى طيب wait for deals or discounts يعني ينتظر التخفيضات والعروض wait for deals or discounts wait for deals or discounts طيب تذكر افتكروا معايا بقى يعني صفات قصيرة ويعني صفات طويلة الصفات القصيرة اللي هي short adjectives بتكون مقطع واحد زي fast زي big زي happy وهكذا الصفات الطويلة long adjectives بتكون كذا مقطع زي مثلا كلمة beautiful interesting fantastic لاحظ معايا كده نطق كلمة beautiful beautiful كذا مقطع صح نفس الفكرة interesting fantastic دي اسمها long adjective تمام طيب لما نقارن ما بين طرفين هنعمل ايه عندنا نوعين في المقارنة صفات قصيرة وصفات طويلة يعني ايه الاول مقارنه comparative adjectives صفات المقارنه comparative adjectives بصوا معايا على المثال ده كده بيقول ايه عمر is taller than علي عمر اطول من علي فين الصفه القصيره في المثال ده الصفه القصيره tall ضفنا لها ايه er وبعدها ايه than يبقى القاعده كالتالي صفة قصيرة اي ER ار تديك مقارنة ما بين اثنين تمام كده دي لو صفة قصيرة طيب لو صفة بقى طويلة هنعمل ايه بص على المثال الاول برضو بيقول this car السيارة دي is more expensive than that bike العربية دي أغلى من العجلة دي تمام كده فين الصفة هنا الصفة هنا expensive قصيرة ولا طويلة expensive يبقى طويلة أكثر من مقطع تمام كده طيب بيقول لك القاعدة إيه تحط قبل الصفة الطويلة يا مور لو هتقول أكثر يا إما less لو هتقول أقل تمام كده يبقى قاعدة الـ long adjectives في الـ comparison أو الـ comparative المقارنة يعني more or less صفة بس منفصلة مش متصلة منفصلة يعني بعيدة more بعيدة عن expensive مثلاً ثم than كلام سهل جداً طيب عندنا حاجة اسمها Superlative Adjectives Superlative Adjectives يعني صيغة التفضيل صيغة السوبر يعني الطرف ده هياخد الصفة رقم واحد أكتر من طرفين ثلاثة أربعة خمسة قصاده طيب عندنا برضو Short Adjectives و Long Adjectives بصوا المثال ده هقول علي Is the tallest student in the class تمام كده علي هو أطول طالب في الفصل عملنا إيه هنا؟ عندنا الصفة القصيرة تول تمام ضفنا لها المقطع إي إس تي فإدانا صيغة إيه؟ تفضيل وما ننساش قبلها ذا يبقى هناك في ذان هنا في ذا تمام كده؟ يبقى القاعدة مع الصفة القصيرة ذا صفة EST تدينا رقم واحد Superlative وضع التفضيل طب لو الصفة دي طويلة بقى لو الصفة دي طويلة هنقول مثلا This car هذه السيارة Is the Most Expensive One هي أغلى سيارة تمام كده عملنا ايه؟ جبنا الصفة الطويلة ضفنا قبلها موست وقبلها ذا تمام كده؟ يبقى دي اسمها صفة التفضيل مع الصفة الايه؟ الطويلة. هتقول the most لو معناها الأكثر the least لو معناها الأقل ثم الصفة الطويلة ثم الصفة ايه؟ الطويلة. طيب بيقول لاحظ أن لا تستخدم ذا قبل صفة التفضيل عندما تسبقها صفة ملكية أو أبوستروف إس الملكية يعني إيه الكلام ده؟ بصوا على المثال ده بيقول إيه؟ This is my closest friend ده أقرب صديق ليا فين الصفة هنا يا شباب؟ الصفة close يعني قريب صح؟ ضفنا لها EST ضفنا لها إيه؟ EST تمام؟ لما ضفنا لها اس تي كان المفروض يبقى قبلها ذا ليه؟ لان انا السوبرلتيف صفه قصيره اي اس تي قبلها ذا على طول طب فين الذا؟ بيقول لك لو في صفه ملكيه زي ماي و وهير ويور واور وذير واتس ما فيش ذا طيب بص على المثال اللي جاي ده بيقول ايه؟ مثلا لوكسور از وان اوف Egypt's Egypt's مثلا hottest places من أسخن الأماكن في مصر أكثرها حارة عندنا الصفة مين هنا hot صح hot اهي hot ما ننساش ان احنا ضعفنا حرف T عشان عندنا الـ هنا ايه متحرك ساكن قبل متحرك هنضعف الايه الساكن على طول طيب فين الذا يا شباب المفروض hottest في ST المفروض في ذا هنا فينها مفيش ليه؟ عشان في ابوستروف اس ملكيه. وضحت؟ يبقى في حاله ابوستروف اس الملكيه، في حاله صفه الملكيه اللي هي ماي، هيز، هير، يور، اور، ذير وهكذا مفيش ذا بتاعت التفضيل بتاع السوبرلاتيف، يعني لازم الموضوع يكون في اي اس تي تمام؟ ولازم يكون في موست مع الصفات الطويله او ليست برضو مع الطويل. تمام كده؟ ساعتها بقى مفيش ذا لان في صفه ملكيه او ابوستروف اس ملكيه. طيب عندنا بقى صيغ مقارنه وتفضيل غير منتظمه irregular comparative and superlative forms طب هنعمل فيها ايه؟ هنحفظها اي حاجه irregular هتحفظها على طول وانت مغمض تمام؟ عندك كلمه bad يعني سيء مش هنقولها better than لا هنقول worse than worse than اسوأ من كرروا معايا يبقى اسوأ من يعني ايه؟ worse than worse than طيب الاسوأ the worst the worst the worst بعيد far ليها اتنين بقى farther than أو further than farther than أو further than الاتنين صح طيب في السوبرلاتيف the farthest أو the furthest الأبعد كلمة good اللي هي جيد better than في المقارنة الكمباراتيف أفضل من the best الأفضل في السوبرلاتيف little يعني قليل الكمية less than في المقارنة the least في السوبرلتيف الأقل طيب عندك بقى many يعني كثير العدد أو much الاثنين more than في المقارنة دي أو دي the most في التفضيل الأكثر طيب نيجي بقى الجزء الثاني من القواعد both and both of كلمة بوث معناها كلا من أو كلا كلا من أو كلا طيب بنتكلم عن شخصين عن مثنى يبقى كلمة بوث تتكلم عن إيه؟ مثنى اتنين وخلي بالك المثنى في اللغة الإنجليزية جمع العربي عندنا مفرد ومثنى وجمع في اللغة الإنجليزية المثنى أكتر من واحد يعتبر جمع تمام كده؟ طيب بصوا على المثال ده بيقول بوث أحمد and علي كل من علي وأحمد are my friends هم أصدقائي يبقى أحمد وعلي دول أصدقائي وضحت لازم الفعل يكون جمع لأن both بتديك إيه جمع المثنى يعتبر جمع على طول طيب الملاحظات بقى بيقول لاحظ أن both يمكن أن تستخدم كصفة أو ضمير يعني كصفة كصفة يعني قبل الاسم مباشرة يعني ضمير بعد مثلا حرف جر يعني مثلا هقول for both لكليهما for both كده ضمير طب لو قلت مثلا both students both students يعني كلا من الطالبين كده both بقت صفة تمام طيب امتى both يبقى بعدها of اجباري بقى اجباري هقول مثلا both of us كلانا are happy احنا الاثنين مبسوطين كلانا يبقى خلي بالك اس هنا احنا اتنين بس ما هو كلمه بوث يعني مساندة زي ما اتفقنا اتنين بس تمام كده فما نقول ضمير جمع بعد اوف لازم يكون اتنين بس سواء كان الضمير الجمع ده يو يعني انتما آه و نحن الاثنين وذم يعني هما وضحت؟ ما تقولش هم هنا هما واس يعني احنا الاثنين ويو يعني انتم وضحت؟ طيب بيقول لك يمكن ان تستخدم ضمائر الجمع قبل بوث يعني سيبك من العنوان عشان العنوان صعب شويه بص على المثال بيقول وي بوث نحن كلانا ار هابي فاكرين المثال اللي قلناه من شويه اهو اللي فوق ده انا قلت بوث اوف او ابدا بضمير فاعل يبقى نسمي القاعده كالتالي هنبدا بضمير فاعل ضمير فاعل اللي هو وي لو احنا الاثنين لو زي لو هما الاثنين لو يو لو انتوا الاثنين ثم ممكن تيجي بعدها بوث مفيش مشكله يبقى ضمير فاعل ثم بوث او نقلبها تبقى ايه تبقى بوث اوف زائد ضمير مفعول الفعل اللي جبناه من شويه ضمير مفعول زي بوث لو قلت ايه وي بوث هتبقى تساوي بالظبط بوث اوف اس لو قلت يو بوث both يبقى بوث both يو وهكذا طيب الجزء الثاني من القاعدة اللي بيقول إيذر نقط اور نقط ممكن انطقها إيذر أو أيذر الاتنين صح معناها إما ده أو ده واحد من الاتنين إما ده أو ده إما ده أو ده تمام كده هديكم مثال هقول مثلا إيذر فون إيذر فون أي تليفون خلي بالك استخدمت اسم مفرد بعدها إيذر فون إز جود أي تليفون فيهم حلو تساوي تماما either of the phones اه بقى في جمع بس جمع مثنى برضه خلي بالك لان either زي both مثنى برضه بس مش بتجمع الاثنين مع بعض بتقول ده او ده either of the phones المره دي بقى هنقول ايه is ولا are لا is يبقى هنا الاختلاف ان الفعل مفرد لكن مع بوث كان جمع تمام كده يبقى either of the phones is good اي تليفون فيهم حلو وضحت؟ طيب ده شكل وده شكل. بيقول لك في الملاحظات لاحظ ان either of وليس either قبل ضمير المفعول. نفس فكره بالظبط both. لما قلنا we both تساوي ايه؟ both of us هي نفس الفكره. فلما تلاقي you او them او us يبقى ساعتها في of اجبار. يعني نقول مثال مثلا اه either of them. يعني يا اما ده او ده، واحد منهم يعني. تمام لو طب لو قلت either of us يعني اي واحد فينا اي واحد فينا وضحت كده ما ننساش بعدها ايه الفعل مفرد تمام كده اهو لاحظ ان الفعل بعد either of يكون غالبا ايه مفرد طيب ممكن يقسم لك فاعل اول وفاعل ثاني يعني احنا من شويه قلنا اما التليفون ده او ده افرض انا قلت اما تليفون سامسونج واما تليفون نوكيا او قلت مثلا اما علي واما محمود يعني انا فصلت الفعلين خليت الاثنين واضحين باساميهم ساعتها الفعل يتبع الفعل مين ما هو في فعلين الفعل الثاني على طول يعني لو قلت مثلا ايذر علي اور هيز فريندز يا اما علي او صحابه الفعل الثاني مين اللي هو صحابه هو اللي يمشي مع الفعل فهنقول ايه يكون سعداء نقول ايه از إيه ولا ار ها مين يقول ار تمام ار هابي ار هابي يبقى ليه المره دي بقى الفعل جه جمع لسه قايلين ايذر مع مفرد لا ايذر اوف من غير تفصيل فعل اول وثاني لكن في فعل اول وفعل ثاني ادي اول اهو وادي ثاني تمام خلي بالك من الملحوظه دي لان موجوده معانا مع نور اللي هي نيذر نور نفس الفكره بالظبط تمام الفعل يتبع الفعل الثاني فأنا لو قلبت قلت مثلا either the students إما الطلبة طلبة في ناحية يعني or عالي في ناحية تانية ده فعل تاني is happy مثلا الطلبة أو عالي مبسوطين طب هنا ليه قلت is مش are بكل بساطة الفعل الثاني مين علي مفرد وضحت كده طيب نيجي بقى لنيذر نور بص احنا قلنا من شويه ايذر او ايذر اللي صح في النطق زي ما قلنا اور يعني اما ده او ده طب حط ان هنا كده وحط ان كده بس بقت نيذر نور يعني ولا ده ولا ده برضه مثنى يبقى كده عندنا مين مثنى ومين يا شباب عندنا ايذر عندنا نيذر وعندنا بوث تمام مثنى ايذر اوف نيذر اوف الفاعل في الغالب مفرد او الفعل في الغالب مفرد لكن بوث جمع 100% تمام كده؟ طيب كمان مرة يعني ايه neither nor؟ معناها ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده، اديكم امثلة، هقول nor علي، انا قصدي نيذر، اسف، neither علي nor his friends ولا علي ولا اصحابه، ولا علي ولا اصحابه، تمام كده؟ طيب انا مش هقول دلوقتي مالهم عشان انا مش عايز ادخلك في قصه الفعل المفرد والجمع دلوقتي، خلينا في الاخر. طيب ممكن اقول نيذر نفس المثال قلناه في ايذر نيذر فون از جود. هنا قلنا ايه؟ اي تليفون فيهم ايه؟ حلو، المره دي ولا واحد في الاثنين حلو. ما ننساش ان نيذر مثنى، يبقى ولا واحد من التليفونين. طب لو قلت نيذر of the phones كده معناها ايه؟ ولا واحد من التليفونات ولا التليفونين؟ التليفونين برضو عشان مستنى يبقى لو واحد من التليفونين برضو is good يبقى الفعل ايه؟ مفرد في الحالتين سواء so neither of وبعدها مستنى او neither وبعدها اسم مفرد الفعل مفرد طيب نفس الفكرة بتاعت either هي هي نفس الفكرة لو جه ضمير you او them او us اسمه ضمير مفعول جمع اجباري of يعني مثلا اقول نيذر اوف اس ولا واحد فينا احنا الاثنين نيذر اوف اس تمام كده ولا واحد فينا احنا الاثنين أه هقول نيذر اوف ذم ولا واحد فيهم هما الاثنين نيذر اوف يو ولا واحد فيكم انتوا الاثنين تمام كده طيب لو قلت انا لسه قايل من شويه هنا في المثال ده ان نيذر فون او في المثال ده افضل نيذر اوف ذا فونز هنا في اسم جمع اهو اسم جمع بس الفعل ايه مفرد اهو لاحظ ان نيذر اوف يستخدم بعدها فعل مفرد في الحاله دي بس اللي هي نيذر اوف اسم جمع بس هو في الاصل مثنى زائد فعل مفرد تمام كده طيب في نفس اللي احنا قلناه في ايذر لو فعل اول وفعل ثاني الفعل يتبع الفعل الثاني نفس الفكره هنا يعني هقول مثلا نيذر علي ولا علي nor his friends ولا علي ولا اصحابه هقولها are happy ولا is happy ها مين شاطر يقول احنا قلنا الفعل الثاني الفعل الثاني جمع يبقى are happy تمام كده اخر حاجة بقى none of none of معناها ولا واحد ولا واحد تقول يا مستر لسه قايلينها في نيذر اوف نيذر اوف معناها ولا واحد بس قلنا للايه للمثنى الاثنين لكن هنا اكثر من اثنين اكثر من ايه اثنين يعني لما اقول مثلا none of the students ولا واحد من الطلبة تمام كده is happy لاحظوا برضو قلت ايه از يبقى هنا الايه الفعل مفرد ليش فعل اول وثاني مفيش اول وثاني هنا خلاص تمام مفيش آه ايدر اور ولا نيذر نور مفيش تمام يبقى هنا دايما نان اوف دايما بعدها فعل ايه نسبه 90% فعل مفرد اهي الهلك تحت وبرضه على فكره نفس الفكره يعني ما ننساش ان ممكن تبقى نان اوف ذم نان اوف ذم اللي هي ضمير ايه ضمير مفعول جام none of them ولا واحد فيهم ولا واحد فيهم وضحت بس اكثر من اثنين ما تنسوش الحته دي هنراجع سريعا كده يبقى عندك مثنى مين المثنى يا بوث مش كده يا ايذر وايذر في الغالب معاها اور ونيذر معاها نور كل ده مثنى بس دايما دايما بوث بعدها جمع عشان المثنى يعتبر جمع عندهم في الانجليزي هنبدا يعني كالعاده بالكي فوكابولري الكلمات الرئيسيه اول كلمه معانا كلمه لوج ان لوج ان خلي بالكم من لوج اخرها حرف ساكن اللي هو الجي وقبله متحرك يبقى القاعده بتقول ايه في الماضي لما نضيف اي بنضاعف الحرف الساكن فتبقى جي اي -E عشان كده بين قوسين عامل لك جي اي يعني بتضاعف الجي وتضيف اي دي لوج ان يسجل دخول خلي بالنا من الكلمه دي عشان مهمه جدا وهيسال عليها كتير fill in يعني يملا استماره او يعطي معلومات fill in فيل ان plug in plug in اخرها برضو جي نفس الفكره بالظبط plugged in plug in يعني يوصل الفيشه في الكهرباء يتصل بالكهرباء تمام plug in plug in turn on معناها يشغل جهاز turn on so switch on traditional معناها تقليدي traditional 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 turn off عكس turn on معناها يطفي الجهاز turn on turn off charge كفعل معناها يشحن بالكهرباء طبعا charge charge كلمة السر اسمها password password حرفة يدوية أو عمل يدوي handcraft نخلي بالنا ليها ايه ترجمتين حرفة يدوية الشغلانة نفسها او عمل يدوي او منتج يدوي يعني. artists يعني فنانين artists artists طيب نحل على الكلمات عشان نثبتها رقم واحد بيقول don't tell people لا تخبر الناس about your نقط عن النقط بتاعتك it's a secret انها سر اه يبقى عن الباسورد اكيد يعني يبقى هنا باسورد كلمات سر password password رقم اثنين بيقول نقط in the laptop to charge the battery before using it تعمل ايه بقى لللابتوب عشان تشحن البطارية قبل ما تستخدمه يبقى plug in plug in يعني وصل الفيشة plug in وصله بالكهرباء plug in رقم ثلاثة I نقط my mobile once a day أنا نقط الموبايل بتاعي مرة في اليوم يبقى أنا بعمل إيه يبقى charge أنا بشحن charge بشحن أربعة بيقول محمود مختار was a great Egyptian نقط محمود مختار كان نقط مصر عظيم كان إيه فنان مصر عظيم artist artist يعني فنان نكمل قراءة الكلمات مساعد assistant ايميل اللي هو يرسل بالبريد الالكتروني وتمشي اسم معناه ايميل برضه ايميل again مرة أخرى أو ثانية مش ثانية ثانية again. drop معناها يسقط أو يرمي مش يسقط يسقط يعني يوقع حاجة. form معناها استمارة أو نموذج form ودايماً قبلها fill in the form يعني إملأ الاستمارة أو النموذج fill in the form. town center معناها وسط المدينة town center. passport جواز سفر passport يخمن أو يتوقع guess guess ركن أو زاوية corner corner battery معناها بطارية battery وممكن أنطقها battery تمام دي الانفورمال أمريكان battery battery طيب فجأة suddenly suddenly مرة واحدة كده suddenly قاعدة rule rule تمثال statue ده بالبريتش ممكن نطقه ستاتشو بالامريكي ستاتشو ستاتشو خشبي وودن وودن بنخطفها كده وودن وودن كاربت يعني سجاده كاربت كار اللي هي سياره كار وجنبها بيت يعني حيوان اليف يبقى كلمتين كاربت كاربت جنوب ساوث 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 اسلوب او طريقه او طراز ستايل ستايل مجوهرات وده اسم لا يعد جولري جولري جودة كواليتي كواليتي قرية فيليج صدف أو قواقع شيلز شيلز ساحل كوست كوست ونفرق بينها وبين كوست اللي هو يكلف هنا كوست ساحل طويلة شوية وفي اي بعد الاو كوست ثانية كوست طيب Arabic كاسم معناها اللغة العربية Arabic كده اسم اللغة العربية لكن كصفة معناها ايه عربي الجنسية يبقى تمشي اسم وصفة مزين او مزخرف Decorated Decorated رسومات او نقوشات Designs Designs ناعم او لين Soft Soft ملون Colorful 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 تعليمات instructions instructions طيب نيجي بقى للمواد الخام materials عندنا الخشب وده اسم لا يعد في الغالب المواد الخام كلها لا تعد wood wood جلد مدبوغ leather leather يعني ايه جلد مدبوغ؟ يعني مثلا جلد حيوان وتظبط كده وتنظف مواد كيميائيه وبعد كده يصنعوا مثلا كوتشيات يصنعوا احزمه شنط وهكذا اسمه leather leather

طيب يختار تشوز 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 تشوزن تشوز تشوز تشوزن طيب التعريفات بقى أول تعريف معانا لوجن لوجن قلنا معناها يسجل دخول لوجن لوجن معناها put in information معناها إيه تدخل بياناتك so that حتى so that ورا بعض كده معناها حتى you can use a computer تستطيع أن تستخدم كمبيوتر طيب plug-in معناها connect equipment to electricity معناها توصل المعدة دي أو المعدات مثلا بالكهرباء connect equipment to electricity طيب wooden معناها خشبي اللي هي made of wood مصنوع من الخشب charge اللي معناها يشحن put electricity يعني تضع الكهرباء into something في شيء ما such as a phone مثل الهاتف أو التليفون fill in قلنا دائما بعدها fill in a form يعني املأ استمارة مثلا تسوي complete يعني كمل الاستمارة دي كمل البيانات اللي فيها complete information يعني يكمل البيانات on a piece of paper على ورقة or online أو على النت طيب handicraft قلنا معنا حرفة يدوية أو عمل يدوي an object هو شيء made by a person مصنوع بواسطة شخص in a traditional way بطريقة تقليدية such as مثل a basket سلة مثلا مصنوعة من ورق النخل مثلا أو الجريد يعني بول uh, سلطانية etc إلى آخره password معناها كلمة السر password a special secret word هي كلمة سرية خاصة that you must write أنت لازم تكتبها بقى or say أو تقولها before you can use a computer قبل ما تستخدم الكمبيوتر or go into a place او حتى تدخل مكان كده طيب turn off معناها يطفي جهاز او يوقف الجهاز ده make a machine stop working يبقى turn off معناها stop working يتوقف عن العمل او توقفه عن العمل لكن turn on عكسها معناها start working يعني تبدا ايه العمل او تشغله make a machine تجعل الاله start working تبدا العمل المتلازمات اللفظيه collocations يفقد الواجب هو lose أصلا معناها إيه يخسر لكن مع homework معناها الواجب بتاعه ضاع lose homework earn money يعني يجني نقود يكسب فلوس earn money تسوي بالظبط make money نفس المعنى make money have a problem معناها لديه مشكلة have a problem get information يحصل على معلومات get information نيجي بقى synonyms والانتنمز مترادفات ومتضادات الكلمة وعكسها ومعناها تيرن أون يعني شغل سويتش أون يعني شغل نفس المعنى بالظبط بالظبط عكسهم بقى تيرن أوف معناها يطفي شت داون معناها يطفي سويتش أوف يعني يطفي أو يغلق طيب ريمبر يتذكر ريكوجنايز معناها يتعرف على يتعرف على يتعرف على الشيء فافتكره بقى recall معناها يستدعي, يستدعي 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 الى الذاكره فيفتكروا يستدعي ريكول ريكوجنايز forget معناها ينسى true يعني صحيح right يعني صحيح correct يعني صحيح false يعني خاطئ wrong يعني خاطئ incorrect يعني غير صحيح log in معناها يسجل دخول في نظام الكتروني زي الكمبيوتر او اللابتوب او الموبايل وهكذا start using the system يعني يبدأ في استخدام النظام أو ساين إن يبقى لوج إن ساين إن نفس المعنى عكسهم بقى لوج أوت أو ساين أوت ماشي نفس المعنى يعني يسجل خروج. colorful يعني ملون برايت يعني إيه براق يعني ملون يعني هي مش نفس المعنى قوي بس قريبة منها برايت حاجة إيه مشرقة كده براقة لامعة. plain plain معناها حاجة سادة ما فيهاش اي لون ماشي او لون واحد بس ساده نيجي بقى للبريفكس والسفكس قلنا البريفكس يعني بادئه والسفكس يعني لاحقه مثلا كلمه وود وود يعني ايه وود يعني خشب صح نضيف لها السفكس اي ان تدينا الصفه على طول وودن يعني خشبي تحول الاسم الى صفه وودن تمام وودن طيب ترو ترو يعني ايه ترو يعني حقيقي او صحيح لو ضفت عليها ان خلي بالكم هنا في غلطه من الكتاب المفروض تبقى الشرطه هنا لان دي بريفكس لو ضفت ان في الاول تبقى ان يعني غير صحيح وبالتالي ان تدينا عكس الصفه طيب نيجي الفول بقى عندنا color دي اسم color يعني لون نضيف لها السفكس فول تدينا colorful معناها ملون يبقى الاسم الى صفة يبقى فولت ادينا الاسم الى صفة معناها مليء بالشيء دايما عكسها لس يعني colorful عكسها colorless careful careless وهكذا طيب عندنا rob rob يعني يسرق هنضيف لها er er مع مضاعفة البي لان البي حرف ساكن قبل المتحرك تبقى robber تمام معناها ايه سارق او لس يبقى rob يسرق الفعل حولنا الى اسم فاعل باضافة er طيب عندك الاسم tradition tradition يعني عادة أو تقليد مجتمعي مثلا نضيف له al ال suffix al تدينا الصفة يبقى ال al تحول اسم إلى صفة traditional يعني تقليدي نيجي بقى للgeneral notes الملاحظات العامة fill in fill with fill in معناها يملأ بيانات استماره fill in fill in يعني مثلا fill in this form املأ الاستماره دي لكن fill with يعني يملأ حاجه بحاجه يعني مثلا تقرا filled the bottle ملأت الزجاجه with cold water بالمياه يملأ بي. plug the اسم معناها الفيشه نفسها plug the plug on my washing machine needs to be changed الفيشه اللي انت بتحط فيها ايه؟ او نقول البريزة يعني ايا كان يعني محتاجة تتصلح تمام لكن إن ده فعل بلاجن ده فعل معناها ايه يوصل في الفيشة ماشي يعني بيقول the printer won't work الطبعة مش هتشتغل because it's not plugged in لانها مش متوصلة في الفيشة او في الكهرباء لما تلاقي verb to be verb to be يعني am is are في المضارع was were في الماضي ثم one of the ترجمها يكون واحدا من تمام؟ يعني آية is one of the tallest girls آية واحدة من أطول البنات في المدرسة طيب رقم أربعة بيقول لك لما تلاقي verb to be am is are في المضارع was where في الماضي ثم used to وبعدها مصدر أو used for وبعدها ing ترجمها يستخدم في يستخدم في يعني الاتنين نفس المعنى ما ليه الاختلاف الاختلاف بص على المثال كده بيقول a microwave is used to heat heat يسخن دي مصدر طب تحت for heating يبقى for بعدها verb ايه ing يبقى be used to مصدر لكن be used for ing والاثنين نفس المعنى يستخدم فيه رقم خمسة ايه الفرق ما بين win و gain و earn الفرق بسيط جدا win معناها يفوز يفوز بجائزة يفوز بمباراة يفوز بمسابقة يبقى بعد win دايما الحاجة اللي انت ايه هتفوز بيها زي المثال ده هدى won a gold medal يبقى فازت بميداليه ذهبيه لكن جين بيجي بعدها ثلاث اربع حاجات مشهورين الخبره زي اكسبيرينس الوزن زي ويت المعلومات زي انفورميشن جين انفورميشن جين اكسبيرينس جين ويت يبقى يكتسب وزن معلومات او خبره ايرن هتلاقي بعدها دايما فلوس ايرن ماني يربح فلوس ايرن a living يعني يكسب قوت يومي او المعيشه بتاعته يعني برضه فلوس في الاخر ننتقل بقى للتعبيرات وحروف الجر الهامة يشحن بطارية هتلاقوا الكلام مكرر يشحن بطارية charge a battery charge a battery كرروا معايا charge a battery يحصل على كلمة سر جديدة get a new password get a new password get a new password يسجن شخص take والشخص ده to prison يعني ياخده للسجن يسجنه بس ما تحطش ده prison لا take to prison عطل to prison ماشي لكن to the prison معناها رايح زيارة مثلا لكن سجين take to prison walk down the road معناها يمشي على الطريق walk down the road make beautiful handcrafts يصنع أو يقوم بأعمال يدوية جميلة make beautiful handicrafts يأتي بعدة ألوان come in many colors come in many colors يمشي بامتداد walk along walk along the road يمشي بامتداد الطريق طيب حروف الجر بقى prepositions run around a corner يعني يجري حول النصية الترجمة حرفي run يعني يجري around يعني حول و corner يعني الركن أو الزاوية أو الناصية طيب be made by يعني مصنوع بواسطة be made by in a traditional designs بها رسومات تقليدية او برسومات تقليديه in traditional designs in traditional designs in different colors بالوان يعني مختلفه هي نفس الفكره in different colors in traditional designs طيب be famous for يعني مشهور بحاجه famous for مشهور بحاجه يبقى بعد فور هنا الشيء اللي هو ايه الشيء اللي هو مشهور به الحاجه اللي هو المشهور بها تمام يعني هقول مثلا احمد is famous for his kindness احمد مشهور بطيبته يبقى بعد فور الطيبة اللي هو مشهور بيها لكن popular with معناها مشهور عنده او لدى يعني الناس دول عارفينه احمد is popular with مثلا his neighborhood يعني احمد مشهور في الحي بتاعه يبقى بعد popular with معناها الشيء او المكان اللي هو مشهور عندهم تمام كده لكن فور الشيء اللي هو مشهور بيه famous for popular with ونخلي بالنا famous بعدها for و with باختلاف المعنى مهتم be interested in ودايما قبلها verb to be برضو be interested in طيب ندخل بقى على القواعد وزمن الماضي البسيط past simple الماضي البسيط بص على المثال ده كده بيقول ايه they wrote the lesson هم كتبوا الدرس دي جملة ماضي بسيط عرفت ازاي عندنا they هنا subject الفاعل بعدها على طول التصريف الثاني للفعل روت وبعد كده تكملة الجملة أو المفعول به تمام؟ إذا الماضي البسيط يتكون من يا شباب؟ من فاعل تصريف ثاني للفعل سواء منتظم أو مش منتظم قلنا المنتظم اي دي آي, اي دي دي لو مش منتظم بنحفظه ثم تكملة الجملة طيب إزاي بقى ننفي؟ didn't والمصدر على طول يبقى they wrote هتبقى they didn't write يبقى فاعل تمام؟ ثم didn't والمصدر ده نفي زمن الماضي البسيط تمام يبقى ده الاثبات اهو ده الاثبات وده النفي النفي بالانجلش اسمه نيجاتيف طيب نيجي بقى للسؤال عندنا نوعين من الاسئله سؤال بهل سؤال بكلمه استفهام الاولانيه دي سؤال بهل did they write the lesson يبقى did فاعل مصدر did فاعل مصدر did فاعل مصدر تمام did they write did فاعل مصدر did فاعل مصدر يبقى سؤال بهل طيب سؤال بكلمة استفهام What أو When أو وير حسب كلمة الاستفهام ثم نفس التركيبة Did فاعل مصدر تمام كده؟ طيب نيجي بقى للمبني المجهول The lesson was written الدرس كتب يعني إيه مبني مجهول؟ يعني المفعول به اللي هو كان هنا ذا lesson أهو بدأنا به الجملة بقى اسمه نائب فاعل يبقى الاوبجكت اللي هو ذا lesson ثم بعد كده was أو where زائد تصريف ثالث كل ده اسمه إيه؟ مبني للمجهول في زمن الايه؟ الماضي البسيط. كمان مرة الماضي البسيط في الإثبات يتكون من إيه؟ يتكون من فاعل ثم تصريف ثاني. في النفي didn't to مصدر مصدر في السؤال لو سؤال بهل did فاعل مصدر did فاعل مصدر. لو سؤال بكلمة استفهام كلمة استفهام did فاعل مصدر. طيب المجهول نبدأ بنائب الفاعل أو المفعول به was أو حسب نائب الفعل أو المفعول به مفرد أو جمع ثم التصريف الثالث past participle للفعل طيب الزمن الثاني اللي هناخده بقى اسمه past continuous الماضي المستمر طب يتكون من ايه الماضي المستمر ده ناخد مثال الأول I was reading a book when you called أنا كنت بقرأ كتاب لما أنت اتصلت I was reading a book اه يبقى ده زمن الماضي المستمر اللي هو ايه؟ اللي هو was aware زائد ing يبقى فاعل was where زائد verb زائد ing وتكملة الجملة كمان مرة فاعل was where verb ing فاعل was where verb ing يبقى اسمه ماضي ايه؟ ماضي مستمر ماضي مستمر تمام؟ طيب النفي بقى سهل جدا هنضيف not بعد was aware سهل خالص يبقى نبدأ بإيه؟ بالفعل ثم was aware بعدهم على طول not بنختصرها ال n apostrophe t تمام ثم ايه بقى ال verb ing مفيش اسهل من كده طب السؤال بنبدا ب was aware ثم فاعل ثم ing where are you reading a book اهو where اللي هو was aware يعني في السؤال بهل ثم فاعل ثم verb ing وتكملت السؤال طيب المبني بقى للمجهول بنبدا بالمفعول به الاول ابوك كتاب واز being read كان عمال بيقرا تمام كده وين يو لما انت اتصلت يبقى بنبدا بالاوبجكت اللي هو نائب الفعل او المفعول به ثم واز aware زائد بينج زائد تصريف ثالث يعني نقدر نقول ان المبني المجهول في الماضي المستمر هو المبني المجهول في الماضي البسيط بس الفرق مين الفرق بينج بس في النص وضحت طيب مراجعه سريعه كمان مره عندنا الماضي المستمر يتكون من ايه يا شباب في الاثبات من فاعل was where زائد verb ing فاعل was where زائد ing طيب في النفي فاعل was aware not زائد verb ing طب في السؤال بهل was where فاعل زائد verb ing طب سؤال بكلمه استفهام نفس التركيبه واضيف كلمه استفهام what when وهكذا طيب المبني المجهول نائب فاعل ثم was aware being زائد تصريف ثالث استخدام زمن الماضي المستمر نيجي بقى لليوسج الاستخدام نركز قوي في الاستخدام يعبر زمن الماضي المستمر عن ايه عن حدث كان مستمرا في وقت معين في الماضي حدث كان مستمرا في وقت معين في الماضي طيب نفهم اكتر بمثال بقى المثال بيقول I was كنت watching اشاهد تي في التلفزيون ده امتى بقى فين الوقت المعين هنا at مثلا 5 o'clock yesterday yesterday يبقى حدث كان مستمرا اهو كان مستمرا المشاهده تمام في وقت معين الساعه 5 في الماضي اللي هو امبارح yesterday كمان مرة حدث كان مستمرا في وقت معين في الماضي حدث كان مستمرا في وقت معين في الماضي طيب الاستخدام الثاني برضو يعبر عن حدث كان مستمرا في الماضي وقطعه وقطعه حدث آخر قصير قصير لازم يكون قصير مثال عشان نفهم بيقول while I was studying بينما كنت أذاكر وأنا عمال أذاكر إيه اللي حصل؟ ده موبايل التليفون رانج رن مرة واحدة كده فجأة آه يبقى الحدث القصير هنا مين؟ الحدث القصير مين؟ اللي هو التليفون رن بيكون في زمن إيه؟ ماضي بسيط خلي بالكم الحتة دي يبقى الحدث القصير ماضي بسيط طب الحدث الطويل اكيد ماضي مستمر ماضي ايه مستمر كده كده وايل بعدها ماضي مستمر وايل بعدها ايه ماضي مستمر إذن ايه قاعده وايل ركزوا معايا كده وايل لو بعدها جمله ماضي مستمر نفس المثال اللي فوق ده تساوي بالظبط كلمتين جاست از واز الله از لسه اننا من شويه ممكن تساوي بيكوز لان او ممكن تساوي بينما ماشي كمان مره يبقى عندك وايل وجاست از واز بعدهم جمله ماضي مستمر والناحيه التانية ماضي مستمر لو الحدث طويل ماضي بسيط لو قصير تمام كده لكن الثابت بعد وايل جمله ماضي مستمر طيب بصوا على المثال ده مثال هام جدا بيقول وايل I was بينما كنت while I was مثلا watching a film بينما كنت أشاهد فيلم a film إيه اللي حصل بقى؟ في حاجة حصلت اللي هو I fell asleep مثلا ده حدث قصير نمت مرة واحدة كده I fell asleep سقطت نائما نمت مرة واحدة تمام؟ طيب بيقول لك إن المثال ده يساوي تماما while watching a film I fell asleep نفس الجمله ايه اللي اتغير ما بين المثالين؟ اللي اتغير بعد واي هنا كان في فاعل ثم was aware ثم verb ing هو الماضي المستمر صح؟ طيب لكن تحت بقى حذفنا الفاعل يبقى بقت اثناء مشاهدة يبقى في حالة حذف الفاعل في حالة حذف الفاعل بعد وايل تمام كده نستخدم verb ing تمام كده هل الحاله دي تنطبق على as و just as لا يعني as و just as في حاله الverb ing ممكن تيجي لا مستحيل مش موجوده معانا في حاله الايه الverb ing هي while فقط يبقى لما الفاعل يتحذف مفيش as و just as خلاص في while verb ing فاعل اتحذف while verb ing فاعل اتحذف while verb ing طيب امال قاعده وين ايه وين تيجي مع كله يعني وين ممكن يجي بعدها ماضي بسيط ممكن وين يجي بعدها ايه ماضي مستمر ايا كان يعني مثلا اقول وين ماي فادر كيم وين ماي فادر كيم لما بابايا جه اي واز ستادينج كنت اوزك اي واز ستادينج لاحظوا كده معايا هنا زمن ايه بعد وين ماضي بسيط كيم ماضي بسيط صح؟ وايل ما يجيش بعدها ماضي بسيط ابدا، لكن وين يجي طب هل ممكن وين يجي بعدها ماضي مستمر؟ ايوه نفس المثال اهو when I was studying لما انا كنت بذاكر my father came my father came اهي بدلنا الجملتين my father came جه بعد وين ماضي مستمر اذا في الحاله دي بس فقط تتساوي واي العادي نفس المعنى ترجمه كده عندما كنت اذاكر بينما كنت اذاكر مفيش مشكله يبقى وين تيجي مع كله يجي بعدها ماضي بسيط ماضي مستمر حسب المعنى يعني ايه حسب المعنى يعني لو الحدث ده قصير ماضي بسيط طب لو طويل يبقى ماضي مستمر اخر ملحوظه بقى كلمه during كلمه during معناها اثناء during معناها ايه اثناء هتقول لي طب ما هي while برضه معناها اثناء حلو قوي يبقى الاثنين ممكن يساوي بعض في المعنى صح ولكن قلنا من شويه ان وايل لو معناها اثناء يجي بعدها ايه فيرب اي ان جي لكن ديورنج مستحيل فيرب اي ان جي لازم اسم من غير اي ان جي يعني ايه الكلام ده مثال عشان تفهم اكتر هقول اثناء الماتش ديورنج ذا ماتش اثناء الماتش تمام كده في حاجه حصلت هنا ذا ماتش فيها فيرب اي ان جي لا طب لو قال لك نقط واتشينج ذا ماتش watching the match عايز يقول أثناء مشاهدة الماتش ده ماتش هل حاجة حصل هل في الحتة دي نستخدم during ولا while آه ها مين شاطر يجاوب while فقط while فقط يبقى بعد while verb ing في حالة حذف الفعل زي ما اتفقنا و during بعدها اسم من غير ing والاثنين معناهم أثناء أول كلمة معنا في الكي فوكابيلاري الكلمات الرئيسية أوردر أوردر كفعل معناها يطلب يطلب طلب تجاري مثلا عن النت وهكذا حاجة بالدليفري يطلب في مطعم وهكذا وليها معنى تاني معناها يأمر أوردر أوردر كاسم معناها طلب تجاري شكوى كومبلينت وجاية من الفعل كومبلين يعني لو شلنا الت تبقى الفعل على طول كومبلين يعني يشتكي كومبلين Complain. شكوى كومبلينت ماكينة ماشين ماشين يرسل بالبريد الإلكتروني دي كفعل أو رسالة بريد إلكتروني دي كإسم إيميل إيميل مريع أو شنيع horrible أو فظيع ريفيو معناها مقال نقدي أو مراجعة نقدية أو تقييمات على الإنترنت لما تدخل على موقع مثلا أمازون كده وتشتري حاجة بتلاقي تقييمات تحت المنتج سعره كويس المنتج سيء وهكذا دي اسمها ريفيوز تقييمات او مراجعات نقدية صندوق مجوهرات او حلي جولري بوكس جولري بوكس جولري بوكس كول باك معناها يعاود الاتصال يتصل مرة كمان يعني حد اتصل بحد فبيرد له الاتصال كول باك يعاود الاتصال اونلاين شوبينج التسوق على الانترنت اونلاين شوبينج رقم واحد في الكويز بيقول if he isn't available لو هو مش متاح كلمة available معناها متاح لو هو مش متاح try to not him back حاول تعاود الاتصال به يبقى حاول أن تعاود الاتصال به اسمها call him back try to call him back رقم اتنين I not the menu أنا نقط المنيو بتاعت الأكل but the waiter waiter معناها الجرسون ولكن الجرسون بقى didn't realize what I said ما أخدش باله لم يدرك أنا قلت إيه يبقى realize معناها يدرك اللي هي بالعمية ما أخدش باله يعني didn't realize what I said يبقى أنا طلبت يبقى ordered ordered طلبت رقم ثلاثة بيقول before buying the mobile قبل ما تشتري التليفون أو قبل ما أنا اشتريت التليفون I checked some online notes before it قبل شراء الهاتف انا فحصت او تاكدت من بعض الايه على الانترنت بشانه يبقى بعض المراجعات النقديه التقييمات اللي هي ريفيوز ريفيوز رقم أربعة the delivery of the food التوصيل بتاع الاكل was late اتاخر so i made a نقط عشان كده انا عملت ايه a complaint شكوى complaint يعني شكوى شركة التوصيل delivery company delivery company كلمة delivery جاي من الفعل deliver معناها يسلم delivery توصيل أو تسليم role play كفعل معناها يتبادل الأدوار أو يمثل دور مثلا كاسم معناها تبادل الأدوار زبون أو عميل customer customer منتج product product يتسوق أو محل shop يعني تمشي فعل وتمشي اسم شوب شوب بائع سيلر سيلر جاي من الفعل سيل يعني يبيع الكترونيكلي الكترونيا الكترونيكلي جاي من الصفه الكترونيك الكترونيك معناها الكتروني يبقى الكترونيكلي معناها الكترونيا او بشكل الكتروني يشرح او يفسر اكسبلين 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 size يعني حجم او مقاس trusted معناها موثوق به جايه من الفعل trust معناها يثق فيه مصادر sources. sources مستخدم user user مش مستخدم مستخدم اسمها used مستخدم مستخدم تمام used لكن user مستخدم agree يوافق cross كصفة معناها غاضب تساوي انجري تماما كصفة انجري او annoyed منزعج. cross كاسم معناها علامة الاكس او الفي تمام. تايتل معناها عنوان مقال او كتاب وليها معنى تاني لقب لقب وظيفي مثلا تايتل لقب. و معناها عنوان برضو بس عنوان منزل او عنوان على الانترنت. mix up يخلط يمزج mix up mix up سجادة carpet carpet شركة الإسكندرية للصناعات الكهربائية، ألكساندريا إلكتريكس. Points معناها نقاط. Points. Pros and Cons تساوي تماما advantages and disadvantages. Advantages يعني مزايا and disadvantages وعيوب. Disadvantages نحفظها كويس جدا. Advantages, disadvantages. مزايا وعيه pros and cons pros and cons text معناها نص text أو يرسل رسالة نصية مثلا أو يرسل نص طيب عندنا الأفعال بقى زي keep يحفظ أو يظل keep kept kept keep kept kept keep kept. 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 kept kept say said said خلي بالك من نطقها said said say said <días>. said يعني يقول <drop> <roku> التعريفات بقى: complaint معناها شكوى، complaint شكوى. something you make حاجة إنت بتعملها. when you are unhappy لما تكون غير راضي about عن something حاجة تانية. order معناها طلب تجاري. when a customer لما زبون أو عميل asks someone يطلب من شخص ما to send إنه يبعت له or bring يعني يجلب أو يحضر يعني يجيب له يعني يبعت له او يجيب له or make something او يعمل حاجه عشانه for them يبقى ده اسمه طلب تجاري order call back معناها return a phone call معناها يعاود الاتصال الهاتفي return معناها يعاود a phone call اتصال هاتفي call back call back email معناها يرسل رساله بالبريد الالكتروني to send a message ان ترسل رساله electronically الكترونيا Electronic. المتلازمات اللفظيه make a complaint معناها يعمل شكوى يقدم شكوى يبقى make هنا معناها يقدم make a complaint معناها يقدم شكوى answer a complaint يعني يرد على الشكوى answer a complaint get angry معناها يغضب يصبح غاضبا get angry واتفقنا كلمه angry تساوي cross اللي برضه غاضب keep calm keep calm معناها يظل هادئا والال هنا silent keep calm synonyms and antonyms الكلمة ومعناها وعكسها happy معناها سعيد glad pleased glad يعني سعيد و pleased يعني مسرور يعني نفس المعنى happy glad pleased happy glad pleased عكسهم unhappy يعني غير سعيد حزين يعني Seller بائع، Shop assistant بائع في محل. Customer معناها زبون أو عميل. Client معناها عميل. Customer, Client. Positive معناها إيجابي. Good يعني جيد. Helpful، متعاون. Practical، عملي. Practical، practical يعني عملي. Negative، سلبي. Horrible, terrible, awful نفس المعنى فظيع أو شنيع أو مريع. Horrible, terrible, awful. horrible, terrible, awful. Horrible, terrible, awful. Pretty معناها جميل و beautiful معناها جميل. Prefixes and suffixes البادئة واللاحقة. عندنا كلمة happy. Happy معناها سعيد ودي صفة. لو ضفت لها prefix un تدينا العكس على طول يبقى unhappy يعني غير سعيد أو حزين. الفعل trust trust يعني يثق فيه. ضيف لها الـ suffix "-ed", أو الناهية "-ed", تديك صفة التصرف الثالث موثوق به، أو موثوق فيه الفعل complain complain زي ما اتفقنا معناها يشتكي ضف له كده suffix "-t", الناهية "-t", يديك الاسم على طول شكوى يبقى complain يشتكي complaint شكوى الفعل use والفعل سل يوز يعني يستخدم وسيل يعني يبيع يوز بالفعل اخره اي e. فلما نضيف اي ER ار بنضيف ار فقط هو الكتاب عاملها اي ER ار بس هي ار فقط تحديدا لان الفعل اخره ايه e. يبقى يوزر معناها مستخدم سيل تضيف لها اي ER ار بقى suffix اي ER تديك اسم الفائع اللي هو يبيع بائع اسم الفاعل نويز كلمه نويز معناها ضوضاء نويز هنشيل الاي e ونضيف واي تبقى نويزي يعني صاخب يبقى هنا كونا صفه من اسم. طيب نيجي بقى للجنرال نوتس الملاحظات العامه زي ما اتفقنا كومبلين دي فعل معناها يشتكي ودايما بعدها حرف جار about او against يشتكي من. هاني Complaint اباوت نوت هافينج انف بوكيت موني يبقى هاني اشتكى من انه مش معاه فلوس مصاريف كافيه. Complaint ده الاسم معناها شكوى يبقى هاني made a complaint about هاني عمل شكوى بخصوص. order كفعل معناها يأمر أو يطلب. order كاسم معناها أمر تعليمات صادرة من مستوى أعلى يعني أو طلب order أو ترتيب. فلما أقول in order يعني في الترتيب الصحيح. مثال the teacher asked his students to put the words in order. المدرس طلب من طلبته انه يرتبوا الكلمات او يضعوا الكلمات في الترتيب الصحيح التعبيرات وحروف الجر يطلب سلعة كرروا معايا عشان تحفظوا التعبيرات لان دي اهم حاجة يطلب سلعة order an item order an item زي ما اتفقنا التعبير ده عبارة يعني جملة ناقصة كلمتين ولا حاجة فلما اقول مثلا order an item معناها يطلب سلعة هنقول مثلا I ordered an item online خلصت جملة كاملة أنا طلبت سلعة من على الإنترنت لا زلت منتظرا I am still waiting I am still waiting يعيد الاتصال call back call back يحاول ألا يغضب try not to get angry try not to get angry oh dear معناها يا ينهر أبيض تستخدم للتعبير عن الانزعاج أو الدهشة oh dear oh dear It doesn't work إنها لا تعمل It doesn't work It doesn't work حروف الجر بقى ينتظر شخص أو شيء Wait for هقول مثلا I'm waiting for you I'm waiting for you أنا أنتظرك I'm waiting for you لاحظ في العربي ما فيش for دي أنا أنتظرك I'm waiting you لا اسمع I'm waiting for you يبقى اللي يقول لي I'm waiting you خطأ I'm waiting for you طب يطلب اللي هي ask for ask for وبعدها اسم وفي ask to بعدها فعل يبقى ask for بعدها ايه اسم وask to بعدها مصدر الفعل يطلب as a present for as a present for كهديه لي as a present for يعني مثلا i bought a kettle انا اشتريت غلايه as a present for my mother كهديه لمامتي work for يعمل لصالح اولاده I work for a big company أعمل لصالح أو لدى شركة كبيرة. Work for (Sorry about) يعني آسف بشأن I'm sorry about being late أنا آسف إن أنا متأخر آسف بشأن تأخري. Unhappy about يعني غير راضي أو غير سعيد بشأن شيء. You should make a complaint المفروض تعمل شكوى when you are unhappy about something. لما تكون مش راضي بشأن شيء ما نيجي الجزء السبيكينج مهارة التحدث اللي بتساعدكم في الديالوج أو تكوين باراجراف والجزء ده أنا عارفكم بتعدوه فبعد إذنكم ما تعدوش الجزء ده خالص لأن يعني الجزء ده مهم جدا جدا بيساعدكم في تكوين جملة وده الهدف المطلوب تمام؟ طيب الجزء ده بيتكلم عن making a complaint. تقديم شكوى ما بين كاستمر اللي هو زبون أو عميل وأسستنت يعني بائع انا حذفت الترجمه بالانجلش عشان نكتبها مع بعض فرجاء كده كل واحد يجيب ورقه وقلم ويكتب معايا عشان يتعود على الجمل رقم واحد الزبون بيقول اود ان اقدم شكوى هيقولها ازاي انا عايز اعمل شكوى I want to make a complaint نكتب مع بعض اود اللي هي I'd like to او I want to. I want to I want to I want to قلنا اقدم شكوى اسمها make a complaint make a complaint I want to make a complaint فالبائع بيقول له ما المشكلة يبقى what's the problem what's the problem ما المشكلة what's the problem what's the problem طيب رقم اثنين بيقول له طلبت هاتفا من الموقع الخاص بكم منذ يومين طيب طلبت هاتفا يعني ايه I ordered a phone I ordered a phone I ordered a phone I ordered a phone منذ يومين يبقى two days ago two days ago ركز معايا ago كلمة على الماضي البسيط عشان كده قلنا ordered ماضي من الموقع بتاعكم يبقى from your website تمام طيب كده يبقى الجمله الاولى بيقول I ordered a phone two days ago from your website طيب ولكن ولكن قبلها دايما كما يبقى but ولكن but ايه اللي حصل تلقيت او استلمت جهازا مختلفا I received a different one I received انا استلمت a different one a different one 1 استلمت واحد تاني على بعض I ordered a phone two days ago from your website but I received a different one طيب نيجي بقى للناحية التانية بيقول له أنا أعتذر جدا بشأن ذلك على بعض I'm sorry أو نقول very عشان جدا I'm very sorry about that about that I'm very sorry about that. I'm very sorry about that. طيب أنا هدي بقى سأعطي تعليماتي لخدمة التسليم أن يبدله خلال خمس ساعات. سأعطي تعليماتي. I'll give orders. I'll give سأعطي orders أوامر ممكن أقولها instructions تعليمات. I'll give orders بس orders أسهل. ليه خدمة التوصيل يبقى to the delivery to the delivery to the delivery ليه بقى to change it عشان يغيروها أو يبدلوها to change it في خلال خمس ساعات in five hours على بعض I'll give orders to the delivery to change it in five hours. I'll give orders to the delivery to change it in five hours. حاولوا بقى تكرروا نفس الجمل دي شفوي تاني، ازاي يعني مثلا تقولوا اود ان اقدم شكوى فنقول I want to make a complaint من غير ما نبص على الجملة. I want to make a complaint. نيجي بقى للتطبيق سامي از ات ا كمبيوتر شوب سامي في محل كمبيوتر ميكينج ا كومبلينت وبيعمل شكوى سامي بيبدا المحادثه بيقول اي وونت تو ميك ا كومبلينت انا عايز اعمل شكوى فالبائع الاسيستنت قال له او دير يا نهار ابيض يا للهو بعد كده سؤال اجابته I have bought a laptop اشتريت لابتوب and it doesn't work well ومش شغال حلو يبقى ما المشكلة زي ما اتفقنا يبقى what's the Problem What's the problem؟ ما المشكلة؟ فالأسستنت البائع سأل سؤال فسامي قال Yes, I have read the instructions well Instructions معناها تعليمات نعم قرأت التعليمات جيدا يبقى هل قرأت التعليمات؟ سؤال بهل يعني بنعمل مقص Inversion أو إقلاب يعني يعني الفعل المساعد على الفعل عندك هنا الجملة I have read يبقى سؤالها إيه؟ Have you read؟ يبقى have you read هل قرأت the instructions well طيب حد يقول لي يا مستر انا جاوبتها did you read ما هي معناها برضو هل قرأت تمشي بس هو جاوب بالمضارع التام فالافضل نسأل بالمضارع التام ولكن الاثنين صح assistant البائع بيقول له would you like us to replace it for you طيب نبدله لك طيب فبيقول yes نعم I want another one. أنا عاوز واحد تاني. How much did you pay for it? انت دفعت ثمنه كام؟ الفلوس اللي انت دفعتها كام؟ خلي بالكم لو المحادثة دي من سنتين ثلاثة كنا هنقول مثلا 3000 4000 لأن اللابتوبات كان ممكن تلاقي لابتوب ب 3000 4000 دلوقتي بسم الله ما شاء الله فوق ال 10000 وانت طالع فنقول مثلا 10000 LE مثلا يعني كده رخيص شوية كمان Thank you for your help شكرا لمساعدتك فيقول له You're welcome You're welcome يعني عفوا أو على الرحب والسعة وفي كمان رد تاني اسمه It's my pleasure It's my pleasure إنه من دواعي سروري يبقى كده لما حد يقولك thank you ممكن تقوله you're welcome أو it's my pleasure writing مهارة الكتابة برضو ما تعدوش مهارة الكتابة هناخدها كده بسرعة مع بعض هناخدها شفو المرة دي واللي يقدر يكتب معايا an online review تقييم منتج على الانترنت الجملة الأولى بيقول طلبت غلاية جديدة من الموقع الخاص بكم ولكن عندما وصل الطلب هذا الصباح اتضح أنه جهاز مايكرويف نقولها إزاي I ordered a new kettle I ordered a new kettle اشتريت غلاية جديدة من الموقع بتاعكم from your website ولكن اللي هي بات زي ما اتفقنا وقبلها كوم عندما وصل الطلب when the delivery arrived when the delivery arrived لما وصل الطلب هذا الصباح this morning It was a microwave. كان إيه؟ كان جهاز مايكروويف. كمان مرة. I ordered a new kettle from your website, but when the delivery arrived this morning, it was a microwave. Number two. بيقول اشتريت ماكينة صنع القهوة وانتظرت التسليم لمدة أسبوعين وعندما وصل الطلب وجدت الماكينة مكسورة. I bought a coffee machine. I bought a coffee machine. I bought a coffee machine. and waited for the delivery وانتظرت التسليم and waited for the delivery waited for the delivery two weeks لمدة اسبوعين two weeks and when it arrived ولما وصل it was broken كانت مكسورة number three بيقول اشتريت سماعة كهدية لابن عمي تبدو السماعة رائعة وسهلة الاستخدام ولكن يعتقد ابن عمي انها عالية الصوت جدا I bought a speaker. اشتريت سماعة. طب ما يوطيها ايه المشكلة لو عالية يعني. I bought a speaker يعني اشتريت سماعة كهدية as a present for my cousin. كهدية لابن عمي. as a present for it looks great. تبدو رائعة. and it is easy to use and it is very easy to use. يعني سهلة الاستخدام جدا. but my cousin thinks it is too loud. بس ابن عمي يعتقد انها عالية الصوت جدا. I bought a speaker as a present for my cousin. It looks great and it is very easy to use, but my cousin thinks it's too loud.